امرأة العزيز إلا الكذب وإلقاء التهم زوراً وبهتاناً على سيدنا يوسف علشان تنجي نفسها من الفضيحة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هي اللي غلقت الأبواب وهي اللي أغرت سيدنا يوسف ثم دفعها عشان يفر بدينه وجسده كشأن الصالحين اللي بيفروا من أي شيء يغضب مولاهم وبالذات لو كان من الكبائر. فلما شافت جوزها لما سيدنا يوسف فتح الباب فرارا بدينه إذا بها تتقي الملامة والفضيحة بالكذب والبهتان. وسبحان الله يشاء ربنا سبحانه وتعالى إن أحد المقربين يبقى معدي من جنب هذه الغرفة وربنا يخلق في عقله فكرة وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لو القميص مقطوع من قدام يبقى بيهجم عليها وهي بتدافع عن نفسها هي صادقة، ولو مقطوع من ورا يبقى بيفر منها وهي اللي بتشده تبقى كاذبة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. جوزها قال لها ده كيد منك، إن كيدكن عظيم. ربنا سبحانه وتعالى كتب النجاة لسيدنا يوسف. وكأن الكذاب بيبقى ناسي إن هو بيكذب ممكن يبقى ساذج جدا وفي دلائل كتيرة كتيرة يراها من حوله إن هو كاذب حتى ولو لم يخبروه. وشاء ربنا سبحانه وتعالى إن فضيحة امرأة العزيز لا تقتصر على غرفتها إنما تنتشر في أرجاء القصر ثم تنتشر في أرجاء القصور الأرستقراطية للأقارب والأصحاب، ويصبح قصة امرأة العزيز مع الخادم عندها زي اللبانة اللي بيلكها النساء في مجالسهم. فيحصل موقف في منتهى الفجر من هذه المرأة إنها تجيب سيدنا يوسف قدامهم وتقول لهم: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ويصدق قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور. هذا الشعور المنفر اللي موجود جوا كل قلب واحد فينا من فعل امرأة العزيز هو الشعور اللي ربنا أراد إنه يتزرع في قلوبنا من الكذب، أن ينفر الإنسان حتى ولو في ظاهر الأمر ممكن الكذب ينجيه من مشهد عتاب، لكن الكذب مفضوح وملوش رجلين ولو بعد حين، فيلجأ الإنسان للصدق ويصدق قول سيدنا